فهي عبارة كتمت في الجنجويل. طيب واحد يكتب لي تعريف كده حلو كده انا اثبته هنا. قبل ما نخش في المثيات برا، لانه انا الليله طبعا عندي شغل كتير، طبعا تحياتنا للجيش وبالذات مدفعيات برا. وقبل اليوم انا جيت اتكلمت عن سلاح المدفعيه، عنده 3 اقسام: مدفعيه ذاتيه حركه، ومدفعيه 43 راجمات، ومدفعيه هاوزر وديسرت و100 ملي، والراجمه كاتوشا و كويس الديسرت وال100 ملي والراجمه كاتوشا وال120، ومدفعيه راجمات كويس، ومدفعيه ذاتيه حركه. فانا كلمتكم وقلت لكم لو الجيش ده يستخدم سياسه الارض المحروقه، امسح اكسح قشوا ما تجيبوا حي، سلمنا نظيف. المدفعيه الان جوا الخرطوم وصلت، ونحن طبعا اول حاجه نتناول الناي. طيب مدفعيه لا لا، واحد اكتب لي تعليق حلو كده نثبته هنا. تمام، قبل ما نخش في المدفعيه ونجيب الناي. طيب اول شايفين يا جماعه، انا داير اوريكم حاجه كده، بس هاي جاي الجنجويد. الجنجويد بتاعت شنو؟ تحكم بلد، ما في مليشة بتحكم دولة يا دوب، ولا في تفاوض. وانا جايك الزول الناطق الرسمي باسم الغنم والرجل يا والدحمان قاعد في جوه، كلكم جايكم الشغل ده كله بنظمه. الناس تعمل لنا شير، اصروا اللايف ده بقدر ما تقدروا، شير ولايك ادعموه يا جماعه، واصروا النجمه يا جماعه، النجمه اصروا، لانه مرات كده اللي انت لما تجيب بالذات تجيب زول ميت والدم وكده بقفلوا لك الصفحه حقتك. فالمهم الصفحة ما وقف ما اتقفلت لأنه بفضلكم أنتم ودعمكم أنتم. طيب نمشي قدام شوية. في واحد أنا ذاتي ولا بتكلم عن كبكبية كويس، في واحد بيجي بيلخص لي الموضوع ده كذا، نشوف الزول ده قال شنو. ده الناطق الرسمي باسمنا على فكرة، لسان حاله. طيب أنا ما أعرف الزول ده ساكن هناك، المهم اسمه، لأنه اليومين دي زارينجي وكبكبيه مدوره، اسمه الزول ده قال شنو. شباب السلام عليكم، الله يديكم العافيه. على الاقل شير المقطع ده خليه يوصل لاي زول عشان يعرفوا جرائم مناوي القاعد بيعمل في دارفور قدر شنو. اول شيء مناوي من ما رجع دارفور فعمل مساومه عديل مع الدعم السري في دارفور، او مساومه عديل تقسيم فهمت عليه، يعني عمل تقسيم عديل نص بالنص. مناوي اول شيء مجرد ما رجع دارفور الحاجه اللي عمله انه قام قسم الفاشل نصين، النص من السوق الكبير والشرق الشرق الفاشل ده كافه، حتى المين البر انه كله سلم للدعم السريع، ما في هناك ولا عسكري جيش لافي فيه. وتاني شيء والحاجه المهم والاكبر من ده كله، مدينه كبكابية يعني تاني يعني اهم مدينه في ولايه شمال دارفور، من اول يوم في الاحداث سحب الجيش كامل. يعني تخيل انه يوم الليله مدينه كبكابية كامل ما فوق ولا عسكري ما فيه، كامل مسيطرين على الدعم السريع. ودي الحاجه الاعلام ما قاعد بيتكلم عنه، يعني الدعم السريع مسيطرين لما هذه الكابير سيطره تامه من اليوم الاول، يعني كتروا فيه زي تقريبا زي 4 ل 5 عساكر وجروا منه زي كم نفر واستلموا المدينه، يعني العساكر كله سحبوا من مدينه كبكابي، والشبكه هناك مقطوع يعني فهمت عليها. الناس جايين بيقوصوا فساد في مدينه كبكابي، بيدخلوا بيوت الناس بينحبوا بيسرقوا بيجوا بيحددوا، واي زول عسكري قبل كده يعرفوه في مدينه كبكابي بيجوا بيخشوا له في بيته فهمت علي. فيعني يوم الثاني من الاحداث تقريبا مشوا في غريه اسمه غريه ابدونغو، مش هناك يعني يتخيل قتلوا يعني 3 اخوان وجرحوا ابنه فهمت علي، قتلوا 3 اخوان اشقه وجرحوا ولده. وامس القريب بتاريخ 16 ده يعني بدوا امبارح برضه شنو مشوا يعني بيفتشوا بيوت الحاكم دارات فهمت علي. فاي دول انهم هناك مسجلين بالاسم مش بيخشوا في بيته بيفتشوا دك سرقه نهيب اي حاجه بيعملوا فيه. وهناك في الكابيه قاطعين منه من الشبكه فهمت علي، لا حكومه شمال دارفور قاعد بتتكلم عنه ولا حتى الحكومه في الخرطوم قاعد بتتكلم عن الموضوع ده، بس فقط قاعد بيتكلم عن الموضوع الحاصل في الجنينه. ففعلا الحاصل في الجنينه ما برضينا كلنا، فلكن برضه دايرين الحاجه بتحصل في شمال دارفور برضه يشوفوا له حد. عشان كده من البدايه قلنا لكم يا اخي مناوي ده عنده فهم ثاني في دارفور، ما فهموا بان يا اخي عشان يمشي يحمي دارفور وما يحزنوا فهمت علي. مناوي مكان محل بهيل البلد من وراه، ما اقول دول عنده يعني قوه عسكريه يمشي هناك عشان يعمل مساومه مع الدعم السري اللي داخل الجيش الموجود في دارفور، ليش يعني عشان شنو يمشي يعمل مساومه مع الدعم السري؟ فاصلا خلاص معروف الدعم السري بالنسبه للقانون بانه قوه متمرده، مفترض ما يتساوى معه ولا حتى يتقاسم معه في شيء، يعني قوه متمرده وتعالى ان القانون متمرد على الرئيس، يعني ليه يمشي يتساوى معه ويقسم معه الولايه؟ بسبب مقطع سابق انا كان رسلته لمين اركو من نايف فحضروا الحساب الاول، فيا ريت انكم تشيروا المقطع ده عشان يعرفوا جرائم من نايف في دارفور قدر شنو. في هذا المناطق مسيطرين له دعم السريع وما قاعدين يتكلموا عنهم في الاعلام وقاطعين منه من الشبكه فهمت علي، بالذات عندك كبكابيه من اليوم الاول ما في ولا عسكري موجود فيه، كل الجيش الموجود هناك سحبه. طيب
حلو. اول حاجه تحيه لاخونا، وقال يا اخي انتوا مركزين لموضوع بتاع الجنينه. انا والله يا اخي بصدد الدفاع عن اي رقعه جغرافيه موجوده في السودان، والله في ده لايف قومي، بضرب شرق وجنوب وشمال، لكن انتوا حاولوا اعملوا فيديوهات صغيره صغيره دي ارسلوها لي، انا ما علي الا ارفع، انا برفع عليكم. لكن نصيحه للزول ده بالتحديد، لانه في واحد في التيك توك قام حدده، وانا ما اقدر ارفع الزول ده، ما اقدر ارفعه لانه انا زول ما موجود هنا ذاته، ما اقدر ارفعه. تمام، فعليك الله الزول ده لو في زول بيعرفه وقاعد في بريطانيا خليه يرجع لي انا بالخاص، انا اوريه انه يعمل حسابه، لانه جماعه مني ممكن ينطوا في رقبته، فهو سرد معلومات وكده وبتاع، فنحن ما عندنا شغله. انا يمكن الجنجويد، يمكن الجنجويد ده لو لميتهم جد في غرب افريقيا يمكن بيجوا 5 مليون او 6 مليون جنجويتي كلهم ضدي انا، فما فاضي لي انا، انا لله وانا اليه راجعون، فما موضوع ما خطير يعني، موت تفرون منه فهو ملاقيكم ان كنتم في بروج مش حيه، فكده كده نحن ميتين، طز في الجنجويد وطز في اي فلنجايز، ما عندنا الا بحاجه. لكن الزول بالتحديد عليك الله تاجو وخليه يرجع لي في الخاص في رقم تلفوني، عندي 2 رقم تلفون، خليه يرجع لي عشان انا اوريه الحاصل 1 2 3. طيب، في واحد قال لي كبكابيه حره مني والجنجويد برا، تحياتنا قدام بس قدام بس قدام بس. طيب، الزول ده يتكلم يا جماعه، انا رفعته ده نيابه عني انا عشان ولا اجي الوب كثير ذاته، ده لخص الموضوع كده. بعد ذاك الناس تبي تشوف الحاصل شنو بالضبط. طيب، فما الزول ده، طيب عشان ما في زول ينط في الزول ده، ما في زول ينط في رقبة الزول ده، في واحد من ابناء الشماليه برضه يتكلم في مناوي، خلوني انا وخلوا الزول ده، امسك ده، امسك البلد ده. يا ناس السلام عليكم، عندي كلمتين لي مني، مني مناركم مناوي، يا حاكم اقليم دارفور، يا زعيم حركه تحرير السودان، يا اخي معقوله دي حركه تعملها؟ دارفور دي ما ولايه من ولايات السودان، وانت شايف بعينك ولايات السودان كلهم حاليا قاعد يطلعوا عشان ينضموا للجيش، وانت زول عندك حركه مسلحه تشيل وتطلع زي المدنيين، انت لو كنت مدني كان قلنا لك انت ما مشكله، لكن انت زول يعني عندك حركه ضاربه، مفترض في الحاله دي طوال تكون مع الجيش، ما تخزي الناس دارفور، الكلام ده غلط منك يا زول، دارفوريين رجال والله. وبعدين عندي كلام برضه لانه انتوا عارفين للايفاتيه، اللايفاتيه يا اخي ثلاث ارباع كنت دعامه صدقوا، ما عدا ثلاثة بس، أحمد كسر ليك التحية، خالد أبو رهف ليك التحية، وصرفة ليك التحية، وأنا والله من معجبين أحمد كسر يا أخي، وصلوا لي أحمد كسر يا شباب. كان الكلام ما يكون ساكت. ده برضه أمشي نطه في رقبته. ده برضه أمشي نطه في رقبته. تمام؟ نرجع للمدفعيات برا، وفي واحد هنا في هولندا نتغموا لك كده، لكن أول داير أصرف تعليمات للجيش. دير اصرف تعليمات للجيش، بركاوي ده دير اصرف للجيش، كرر كده. اول حاجه ركزوا الشباب المستنيرين، الشباب المتعلمين المثقفاتيه في اقليم دارفور بالتحديد، تمام؟ سجلوا، انا بمسك الكلام بتاع ياسر العطا ده بمسكه، شفته بيسولوني كده كب، امسكوا الكلام ده قوي. الان المدفعيه اضبره خش الخرطوم جوا، واي بيت فيه جنجويت و الحلف البل ببدو من شفتها انبدت انبدت هناك، ها وبل تقيل، لانه في مليارات الدولارات اي زول بده تعويض في الخرطوم وتبني بيتك من جديد علي وعلى عداي جوا جن من طرف المدفعيه اكبر. اتحركت الليله ما اتحركت من فراق، اتحركت تستخدم معاها الجنجوي سياسه الارض المحروقه، رساله لابناء دارفور، سجلوا ناسكم لما نيجي التعويض لناس الخرطوم، لازم يجي التعويض لاهل دارفور، الناس الموجودين 12 معسكر في تشات، والناس المتضررين من 2003 لغايه تاريخ الليله. حتى لو انت مشيت الاتحاد الاوروبي ولا شالوك، ده حقك، ده حق حقوقك. لازم القروش دي تندفي لايادي امينه والدوله تراقب الموضوع ده ويبنوا لهم خوره نموذجيه. خرى نموذجية زي الحلفاوين الرحلون من حلفة قديمة لحلفة جديدة، بنا لهم يمكن قريب 50 ولا 44 قرية نموذجية، وامشوا شوفوا حلفة حسين ليتم تعويضا كامل لأهل دارفور بأيادي أمينة، ناس مستقلين برا من الحركات الوسخة الجدل الخونة الخسيسين الباعونة اللي احنا في اقليم دارفور، ابدا. ناس شرفاء، شرفاء من اهل دارفور
هم الناس اللي يقسموا لأهلنا الموجودين القاعدين اللي يتضرروا مرات السنين، ونحن هندب لأنه ده ما وقته. لكن برضو نذكر أي لايف، نذكر إنه لازم علينا تسجل النازحين واللاجئين كلهم كلهم عشان يأخذوا حقوقهم بالكامل زي ناس الخرطوم، مش يتضرروا. التقسيم ده يجي حرية سلام وعدالة. نمشي قدام. طيب نمشي قدام. الله يحيينا عشان نحق الموضوع ده.